السلام عليكم واهلا بيكم في حلقة جديدة على القناة، ما زلنا مستمرين في رحلتنا للبحث عن افضل سماعات جيمنج، والمرة دي بنجرب سماعات من شركة أول مرة يتعرض منتج ليها هنا على القناة وهي شركة هايبر اكس، ده البراند الجيمنج بتاع شركة كينجستون، هايبر اكس شركة ليها باع طويل في اكسسوارات أو معدات الجيمنج، ولكن ده ما يعنيش أبداً إن دايماً المنتج بتاعها هيكون مميز، فخلونا مع بعض نستكشف سماعاتهم الهايبر اكس كلاود ألفا اس الالفا اس تعتبر تحديث للهايبر اكس الفا اللي نزلت في سنه 2017 انا ما جربتش السماعات دي ساعتها ولا جربتها حتى بعد كده بس انا فاكر اني ساعتها شفت كذا مراجعه ليها وكلهم كانوا متفقين ان السماعه دي من افضل السماعات اللي بتقدم كواليتي صوت عاليه مقارنه بسعرها ال 100 دولار فبصراحه انا متحمس جدا اني اجرب الالفا اس في البدايه انت هنا بتدفع مبلغ غالي كسماعات جيمنج وده اللي انت بتحسه من اول ما تمسك العلبه وتبدا تفتحها تجربه الانبوكسنج هنا هتحس فيها بفخامه اي نعم مش بالدرجه اللي حسيت بيها لما عملت انبوكسنج السماعات زي الكورسير فيرتوزو مثلا بس برضو هنا احنا بنتكلم على فرق سعر يعتبر كبير السماعه هنا كعاده هايبر اكس ما فيهاش اي نوع من الار جي الشركه هنا بتصب كل تركيزها على جوده الصوت والتصنيع وده شيء انا بحترمه جدا في هايبر اكس واظن معظمكم عارف رايي في حته ار السماعات واني مش مقتنع بيه ولا بحس ان ليه لازمه الخامات المستخدمه هنا فيها نسبه كبيره من المعدن وده اللي بيخليها من امتن سماعات الجيمنج اللي انا مسكتها لغايه دلوقتي عندك فريم كامل حوالين الاير من المعدن وبيمتد للقوام الداخلي اللي ماسك السماعه كلها وده اللي بتشوفه لما تبدا تغير في حجم السماعات وهنا انت عندك 8 مستويات مختلفه عشان تناسب حجم راسك ايا كان بسهوله واريحيه ولو اني كنت اتمنى يبقى في درجات حريه اكبر في السماعه زي انها تلف زاويه 90 بشكل راسي او افقي لان ده بيسهل عليك تحطها على المكتب وبيخلي السماعات ما تبقاش مضايقاك لو قلعتها وحطيتها على رقبتك مسكه السماعه على الراس هنا ثابته جدا وفي نفس الوقت مش بتضايقك او تحسسك ان في حاجه ماسكه جامد على راسك وده بيرجع لمسند الراس المريح جدا واللي متغلف من بره بالجلد مش هو بس اللي جلد هنا لا كمان المسند من فوق مستخدم فيه جلد ناشف ومحفور فيه شعار هايبر اكس وفي تطريز بنفس لون الفريم المعدن اللي هو هنا ازرق أنا عن نفسي كنت أحب لو يبقى لونه أحمر، بما إن ده اللون اللي بيجي في بال أي حد أول لما نقول اسم هايبر إكس، وبما إني بحبه أكتر من اللون الأزرق يعني، الكاشنز هنا أو الوسائد ملمسها من الجلد برضه، وده أولاً بيكمل إحساس الفخامة في السماعة عشان تبقى حاسس بيه في كل حتة، وثانياً ده بيقلل من الهوا اللي بيمر لودانك. وبالتالي تنغمس في الحاجة اللي بتسمعها أكتر بس بصراحة أنا ارتحتش معاها مجرد ما بيعدي عليا ساعة لابسها بتبدأ وداني تعرق أي نعم حاجة بسيطة بس بتبقى مزعجة بالنسبة لي ده غير إن ملمس الجلد أنا مش بفضله دايما وهنا يجي بقى دور الوسائد البديلة اللي بتيجي مع السماعات واللي معمولة من القماش أول لما تمسكها هتحسها مش حاجة بريميوم كده وهتحس ان الجلد افضل بكتير بس اول لما ركبتها مستوى الراحة وصل لحتة تانية خالص فعلا انصح اي حد معاه السماعة دي انه يستخدم القماش الا في حالة انه من الاشخاص اللي بترتاح اكتر مع ملمس الجلد بعد ما غيرت الوسائد انا جربت اقعد العب لمدة اربع ساعات وانا لابس السماعة ووداني لا وجعتني ولا عرقت نهائي اللي منكم متابع لخط سماعات هايبر اكس في العموم هيلاحظ ان حرف الاس في منتجاتهم بيدل على ان السماعة بيجي معاها امب خارجي وده اللي موجود هنا بالفعل هو يعتبر أمب بدائي يعني متتوقعش منه حاجة كبيرة تقدر تعلي الصوت وتوطيه عندك زرار تقفل وتشغل منه المايك في الجنب وفي زرارين عندك تقدر من خلالهم لو بتتكلم مع صحابك أثناء اللعب تعلي صوت صحابك أكتر من اللعبة أو تعلي صوت اللعبة أكتر من صحابك بس بيني وبينكم السماعة أصلا الصوت فيها ممتاز ومتوازن جدا من غير حاجة فأنا شايف أن زرارين دول ملهمش لازمة قوي ونادرا ما هتستخدمهم وأخيرا في النص عندك زرار عشان تشغل أو تقفل نظام 7.1 سراوند وده من الحاجات اللي ما في السماعات ال 7.1 هنا ما اقول عليه وحش بس في نفس الوقت مش احسن واحد جربته بمعنى هو هيساعدك فعلا وانت بتلعب انك تحدد اماكن الناس حواليك بس مش بتحس بفرق كبير ما بين لما تشغله او تقفله وهو ده اللي ضايقني لان السماعات التانية اللي انا جربت فيها نظام ال 7.1 بينقلك لتجربة صوت مختلفة على ذكر الصوت دي اكتر سماعة جيمنج انا جربتها لغاية دلوقتي وحسها متوازنة جدا كل الترددات واضحة ومفيش تردد بيطغي على التاني. عادة انا لما بجرب اي سماعه جديده بحتاج افضل لابسها يوم كامل على الاقل عشان وداني تبدا تتعود عليها، لكن مع الالفا اس الموضوع ما اخدش مني اكتر من ساعه ولقيت نفسي متعود ومندمج مع الصوت. احد الاضافات اللي عاملينها هنا انك تقدر تعلي البيز او توطيه بطريقه فيزيكال عن طريق ثلاث مستويات يا تخليه اوبن او كلوز او سيمي اوبن. المفروض الاوبن تخليك سامع اعلى بيز عن طريق انها بتخلي فيه سماحيه اكتر للدرايفر انه يتهز، والكلوز بتديك اقل بيز، على قد ما انا اعجبت بالميزه دي في الاول لاني بحب جدا لما شركه تضيف ميزه فيزيكال مش سوفت وير، لكن من خلال التجربه اكتشفت ان الفرق ما بين التلات مستويات خفيف قوي، وعشان تحس بيه محتاج تقعد تركز قوي وكمان تبقى مشغل حاجه فيها بيز قوي، السماعه هنا بتيجي بمخرج 3.5 مللي بسلك قصير بس الطرف ده بيتوصل على الامب اللي موجود واللي اخره طرف يو اس بي بيدخل على الكمبيوتر والسلك بتاع الامب طويل جدا فمش هتحس ان سلك السماعه قصير تماما بل كمان دي ميزه انهم مخليين السلك ال3.5 مللي قصير عشان لو حابب تستخدم السماعه على موبايلك يبقى الموضوع سهل ومفهوش لعباكة اسلاك كتير تقدر كمان لو موصل المايك بتاع السماعه تعمل مكالمات بيها على موبايلك من غير اي مشاكل بمناسبه المايك صحيح إنت هنا عندك الخيار تفكه أو تركبه، بس هو فكه بيحتاج قوة شوية، ففي الغالب مش هتعرف تفكه والسماعات على راسك، لازم تنزلها الأول، وبالنسبة للمرونة فالمايك مرن جدا، وبيثبت مكان ما بتوديه، وبيجي متركب عليه قطعة فوم جاهزة، عشان تقلل من الهوا اللي بيلقطه المايك. كمزايا هو بصراحة مفهوش أي شيء مميز، ويادوبك بيعمل المهمة بتاعته، اللي هي تكلم صحابك وإنت بتلعب، أو تعمل مكالمات صوت. أكتر من كده مش هيأدي معاك للأسف وده طبيعي جدا واللي بنشوفه في معظم سماعات الجيمنج إلا بعض الحالات النادرة الهايبر اكس كلاود الفا اس انا استمتعت جدا بتجربتي ليها فيما عدا بعض العيوب اللي من وجهه نظري لازم هايبر اكس تشتغل عليها يعني مثلا ازاي انا كمستخدم اروح ادفع 130 دولار في هيدسيت وفي الاخر ما ان ليها سوفت وير اي نعم انت هنا ما عندكش ار جي بي وعندك امب بتقدر تتحكم منه في معظم مزايا السماعه بس برضو وجود السوفت وير كان شيء ضروري الار جي بي مثلا انا كمصطفى مش بفضله بس في ناس بيهمها وبالتالي المفروض الشركه تبتدي تتبناه في منتجاتها ويخلوا سماعه فيها درجات حريه اكبر بحيث تناسب اذواق وشريحه اكبر في النهايه كسماعه جيمنج فانا شايف ان الالفا اس ممتازه جدا ولو الشركه قدرت ترخص سعرها شويه ل 100 دولار مثلا فهي فعلا هتكون خيار ممتاز ومريح جدا ومميز عن اللي حواليه عايز بقى اعرف رايكم في الكومنتات عن السماعه وطبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك وسبسكرايب في القناه لو لسه جديد وتقدر تتابعنا على السوشيال ميديا من اللينكات في الديسكريبشن اشوفكم باذن الله في حلقه جديده سلام